من أكثر الأكلات اللي بحبها هي الأكلات الصينية. هاي السلطة صينية يعني بمكوناتها وبالنكهة تبعتها، وفيها أشياء هيك إضافية مش متعودين عليها عادة بسلطاتنا نحن. هي راح سميتها أنا السلطة الصينية المقرمشة، لأنه فيها إشي مقرمش وفيها الخضرة. عندي هلأ هون أنا المقرمش، الإشياء اللي بدها تقرمش، عندي لوز وعندي النودلز المعكرونة الصينية الناشفة، بدي هقليهم هدول بصيروا هيك إشي بقرمش كتير، بيعطي نكهة للسلطة وبيعطي قوام هيك قرشة. لقلي اللوز بمقلاي على النار بحط زيت نباتي، بتأكد إنه سخن، ولما يسخن بضيف اللوز الشرحات وبقلبه لحتى يصير لونه أشقر. برفعه من المقلاي وبحطه ليتصفى من الزيت. لقلي النودلز بنفس المقلاية على النار بحمي الزيت، بكسر النودلز لقطع كبيرة وبقليها بالزيت على الجهتين. بهاي الوصفة لازم أستعمل النودلز الفورية لأني بدي إياها تتحمص وتنقل. لما تصير ذهبية على الشقتين برفعها وبصفيها من الزيت. هلأ رح أحضر تتبيلة السلطة، طبعاً كلها نكهات آسيوية كتير زاكية. رح أبلش بصلصة الصويا، بزيد عليهم زيت السمسم، طبعاً يفضل زيت السمسم المحمص، معلقة كبيرة. بزيد عليهم سكر تقريباً معلقة كبيرة. بحط صلصة حارة اختياري، إذا ما بتحبوا ما تحطوا، أنا حاطة معلقة صغيرة. خل تفاح، أنا بحب أستعمل خل التفاح، إذا بتحبوا تستعملوا نوع تاني كمان بصير. بعدين بحط شوية مي باردة تقريبا معلقة كبيرة، بحط سمسم محمص تقريبا معلقة كبيرة. يفضل استعمال السمسم المحمص لأنه بيعطي طعمة أطيب. بحط تومة مدقوقة تقريبا معلقة صغيرة، وزنجبيل طازج مبروش. بخلط المزيج مع بعضه كتير منيح وبخليه على جنب. هلأ ضل إنه أجمع مكونات السلطة مع بعضها. نبدأ بالملفوف الأحمر، بزيد عليه الملفوف الأبيض، بزيد فوقهم الجزر المبروش، بزيد البصل الأخضر، وبحركهم مع بعض، بخلطهم كتير منيح. بحرك التتبيلة مرة أخيرة وبديرها فوق المكونات. بقلبهم كتير منيح مع بعض عشان أتأكد إنه الملفوف تشرب التتبيلة. بوزع فوقهم اللوز المقلي بإيدي، بكسر النودلز لقطع صغيرة وبوزعها فوق سطح السلطة. بتتقدم فوراً وهي النودلز لساتها مقرمشة.
وهي طبق السلطة الصينية المقرمشة، كتير زاكية وكتير مغذية، كمان بضلني أقولكم جربوها.